وزير الأمن العام والهجرة أحمد محمد باشر ممثلا لرئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو يترأس حفل منح الاستحقاق الوطني الذي منحه رئيس الجمهورية للمكلف ببرنامج وفد الاتحاد الأوروبي بتشاد بحضور وزير إدارة الأراضي والحكم المحلي بشر علي سليمان والمدير العام للشرطة الوطنية آدم حنفي. بمرسوم رئاسي رقم 1393 يقضي بموجبه ضابط الاستحقاق الوطني للسيد أوليفي كازيربو المكلف ببرنامج وفد الاتحاد الأوروبي بتشاد، وذلك تقديرا لجهوده التي بذلها لمدة 15 عاما قضاها في مهامه. أوليفي كازيربو الذي بذل الكثير من مجهوداته تجاه خدمة تنظيم البرامج والاستراتيجيات التي تسعى إلى تحقيق الأهداف الأمنية والصحية والتنموية وكذا التربوية عموما، وزير الأمن العام والهجرة أحمد محمد باشر ممثل للرئيس الجمهورية هو الذي قام بمنح وسام الاستحقاق الوطني للسيد أوليفي كازيربو. من جانبه أوليفي كازيربو قدم شكره لجميع الحضور وعلى رأسهم رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو الذي منحه هذا التقدير وتقليده وسام الاستحقاق الوطني، كما شكر أيضا جميع من تعاملوا معه أثناء تلك الفترة التي قضاها في عمله. ونشير إلى أن أوليفي كازيربو سيذهب إلى دولة مالي لممارسة عمله الذي عين فيه مؤخرا. وزيرة الإعلام ووزير الثقافة محمد صالح هارون يقومان بزيارة إلى ثانوية القلب المقدس المعروفة بثانوية ساكروكير بهدف حث الطلاب على الإقبال على القراءة وأهمية الكتاب والقراءة والاهتمام بالعلم والاطلاع، وذلك في إطار فعاليات شهر القراءة والكتاب الذي تنظمه وزارة التنمية السياحية والثقافة. ياسر محمد أحمد، قراءة إشراق عبدالله. ضمن نشاطات شهر القراءة والكتاب الذي تنظمه وزارة التنمية السياحية والثقافة والحرف اليدوية، لذا قامت وزيرة الإعلام الناطقة باسم الحكومة المكلفة بالعلاقات مع الجمعية الوطنية مادلين ألينجي ووزير التنمية السياحية والثقافة والحرف اليدوية محمد صالح هارون برفقة الكاتب نويل أنجيري بزيارة إلى ثانوية القلب المقدس بهدف حث الطلاب على حب القراءة والاطلاع. في حديثها وزيرة الإعلام الناطقة باسم الحكومة المكلفة بالعلاقات مع الجمعية الوطنية مادلين ألينجي أشارت في حديثها إلى أن القراءة هي الركيزة الأساسية التي تبنى عليه المجتمعات والحضارات، وهي أحد ينابيع المحبة والمعرفة والإبداع للتخصصات المختلفة، خاصة أن هذا الشهر خصص للكتاب والقراءة من قبل وزارة الثقافة، وأنا أمل أن يستفيدوا مما قدمناها لهم وأن نكون بذلك قدمنا خدمة ولو بسيطة لأبنائنا الطلاب. أما وزير التنمية السياحية والثقافة والحرف اليدوية محمد صالح هارون أبدأ في حديثه أن الهدف من هذه الزيارة حث الطلاب على القراءة ونشر الوعي في المجتمع التشادي. الكاتب نويل أنجيري أشار في كلمته أن أهمية القراءة هي نقطة الحياة والثقافة، وأن القراءة مصدر المعرفة ووسيلة لاكتساب المهارات والخبرات. وفي نهاية الزيارة أهدي نسختين من تأليف الكاتب التشادي جوزيف إبراهيم سعيد إسراء لمكتبة ثانوية القلب المقدس المعروفة بثانوية سكركير. قدم رئيس اللجنة المنظمة للأسبوع العالمي للشراكة محمد كريستيان حديثا صحفيا تطرق فيه إلى أهداف الأسبوع العالمي للشراكة الذي ستنطلق فعاليته في 3 نوفمبر الجاري. جزء من حديثه. ستستضيف العاصمة أنجمينا في الفترة ما بين 13 وحتى 19 من نوفمبر الجاري فعاليات الأسبوع العالمي للشراكة بتشاد، وذلك تحت إشراف وزارة التدريب وترقية المهن الصغيرة وتحت موضوع ما هي الطريقة المثلى لتنمية نظام الشراكة بتشاد، وأن هذا الأسبوع يعتبر فرصة للشباب حملة الشهادات وأصحاب المواهب اكتساب خبرات ومعارف جديدة في مجال الشراكة وإنشاء المشاريع الإنمائية والمؤسسات الخاصة التي تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، كما سيتم تنظيم ورش ودورات تدريبية وندوات علمية لمواضيع مختلفة إلى جانب تخصيص جناح لأرض المنتوجات المحلية لا سيما المنتوجات الزراعية. وستجري فعاليات الأسبوع العالمي للشراكة بتشاد بقصر 15 يناير، والدعوة عامة.
جرى بالنادي السوداني بالعاصمة أنجمينا حفل توقيع على اتفاقية بين نقابة معلمي تشاد ونقابة معلمي دولة السودان. تنص الاتفاقية على فتح فرص لمعلمي تشاد الذهاب إلى السودان للعلاج بمدينة المعلمة الطبية وربط جسر التواصل وتبادل الخبرات بين النقابتين. عبد الله هارون. بهدف ربط جسر التواصل وتبادل الأفكار والخبرات والاهتمام بصحة المعلم، جاءت مناسبة توقيع اتفاقية تفاهم بين نقابة معلمي تشاد والسودان، وذلك تفعيلا وتعزيزا للاتفاقيات التي أبرمت سابقا. وتنص الاتفاقية إلى فتح فرص لمعلمي تشاد الزحاب للعلاج في المدينة الطبية بالسودان. الرئيس النائب لنقابة معلمي السودان أشاد بجحود التعاون القائم بين النقابتين، ذاكرا إنجازات مدينة المعلمة الطبية وما تحتويه من أحدث المعامل والأجهزة الطبية الحديثة. بواسطتهم امتدت جسور الصداقة والتعاون بين التعليم في تشاد والتعليم في السودان. لعل البروتوكول الموقع في العام 2013 بين نقابتينا، نقابة التعليم العام في السودان ونقابة معلمي تشاد، يهدف إلى ربط العلائق بين النقابتين ويهدف إلى تبادل الخبرات بين النقابتين. وبحمد الله فقد زرنا تشاد في 2013، وتمكن الإخوة في نقابة معلمي تشاد من زيارة السودان أيضا، وهنالك تعرفوا على العمل في النقابة العامة لعمال التعليم العام بالسودان. العامين العام لنقابة معلمي تشاد محمد جبريل قال إن توقيع هذه الاتفاقية تعد خطوة إيجابية للاستفادة من الخبرات العديدة على يد نقابة معلمي السودان، وأكد أن العلاقات تسير على خطى ثابتة وراسقة نحو الأمام. في إطار توكيد العلاقة أو علاقات أو الدبلوماسية الشعبية بين النقابتين، فأرسلت أو وقعت نقابة معلمي تشاد من نقابة العامة لعمال التعليم بالسودان هذه الاتفاقية سنة 2013، ولكن هذه الاتفاقية ماشية بصورة سمحة وماشية بسرعة شديدة. العميل العام بوزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة ممثلا للوزير أشاد أيضا بالإنجازات، وقال إن فتح فرص للعلاج يعكس مدى حرص وقدرة السودانيين على التغلب على الصعاب، مشيرا إلى أن الاهتمام بصحة المواطن توافق مع سياسة الحكومة الرامية إلى مكافحة الأمراض المختلفة. محي الدين عثمان ممثلا للسفير السوداني ثمن جهود النقابتين على تعاونهم الجميل، مشيرا إلى العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، كما توج حفل توقيع الاتفاقية بتقديم هدايا لرؤساء النقابات على جهودهم المبذولة من أجل ترقية وتحسين ظروف المعلمين. نظمت رابطة الصحفيين التشاديين الناطقين بالعربية ندوة علمية إعلامية بالتعاون مع قسم الإعلام بجامعة الملك فيصل، ندوة بعنوان الإعلام المحلي مفاهيم يجب أن تصحح. أحيا المحاضرة كل من الأمين العام لجامعة الملك فيصل والأستاذ سميح حسن الحلو. التفاصيل لدى محمود موسى الفيل. من أجل رفع كفاءة وقدرات العاملين في الحقل الإعلامي بالبلاد، جاءت هذه الندوة الإعلامية تحت عنوان الإعلام المحلي مفاهيم يجب أن تصحح. هذه الندوة نظمت من قبل رابطة الصحفيين التشاديين الناطقين بالعربية بالتنسيق مع قسم الصحافة والإعلام بجامعة الملك فيصل، وتم تقسيم الندوة إلى محورين. المحور الأول كان بعنوان الأخطاء المهنية الشائعة في المجال الإعلامي، والذي قدمه الأستاذ السميح حسن الحلو صحفي في القسم العربي بالفضائية التشادية، والذي تطرق إلى القوانين المسيرة لمهنة الإعلام في تشاد طبقا لما جاء في القانون رقم 17 الذي ينص على حقوق وواجبات المهنة الصحفية إلى جانب احترام أدبيات وأخلاقيات الصحافة في البلاد. ونشوف أيضا إلى أن أخطاء مهنية ترتبط من الإعلاميين، وذلك لعدم معرفتهم بمواد القانون رقم 17 الذي تم اعتماده وتصديق عليه من رئاسة الجمهورية في الحالة 30/2010، وهو قانون يحدد لائحة الصحفي وشروط ومسؤولية النشر، ويحدد كذلك طبيعة كل المخالفات والجرائم الناجمة عن العمل الصحفي. هذا وفي نهاية المحور الأول قدم المحاضر عدة مقترحات للمعنيين بقطاع الإعلام، أهمها ترجمة القوانين المسيرة للعمل الإعلامي وإنشاء مراكز لتدريب الصحفيين لتطوير قدراتهم وكفاءاتهم المهنية.
أما المحور الثاني فكان بعنوان الأخطاء اللغوية الشائعة الذي قدمه الدكتور أبو بكر ولر مدو الأمين العام لجامعة الملك فيصل، والذي تناول هو الآخر أهمية مخارج الحروف وضبط الكلمات مع الأخذ بعين الاعتبار كيفية سياقة الأخبار والتقارير بطريقة مهنية واحترام قواعد اللغة العربية من حيث البناء والإعراب لتساعد الصحفيين في مشوار حياتهم المهنية. وفي نهاية المناسبة تداخل عدد من الحضور بأسئلة واستفسارات وتعقيبات جلها تتمحور حول إصلاح المؤسسات الإعلامية بغية توفير خدمات جيدة للمواطنين. وبالعودة إلى التقرير السابق، حيث اختتمت فعاليات الورشة التدريبية من قبل النظام الوطني للمحاسبين لصالح العاملين في مجال المحاسبة لمختلف الشركات العاملة بالبلاد. أحمد خميس. بعد 3 أيام من عمر الدورة، تباحث المشاركون العديد من القوانين التي تهم العاملين في مجال قوانين المحاسبة في فضاء السيماك. شهد حفل الختام كلمة واحدة، ألا وهي كلمة النائب الأول للنظام الوطني للمحاسبة، الذي أشاد بخلاصة أعمال المشاركين وطلب منهم إنزال المعلومات التي تلقوها على أرض الواقع. في منظمة هنا الأوردر لازم يعني نساعد الشركات لتدربوا عمالهم، خاصة الكوادر الكبار والكوادر المحاسبين، للفترة ده يعني الحساب ده يبقى زي ما القانون يري. والقانون هو جاب تأخير كثير في الدروال الأول قاعد، والشانجما كونتابل ده يعني لازم لنا نشوفوا مع الشركات الموجودة في تشاد إن عرفوا كيف التخيير ده يقع في شيء منظم، يعني ما نخلو أي واحد يسيد تخيير الكونتابل ده وبيجيب مشاكل آخر للشركات. كما أعرب أحد المشاركين في الدورة عن انطباعه. علمنا حاجة كثير، والحسابات كلها كانوا يكونوا عادلين في النهاية، ويبدأ في يوم واحد يناير 2008. هم كل خيروا كثير، خيروا حاجات وادين مرقوم وادين كمان دخلهم في الكونت. للتذكير، فقد ضمت الورشة التدريبية مشاركين قدموا من 18 شركة محلية.